طبعا كمان معنا رأي ثاني لا نخلو أيضا من مداخلة الأستاذة لينا المعينة عضو مجلس الشورى. أيضا أستاذة لينا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أستاذة لينا. لو تكلمينا يعني من ناحية أخرى، إحنا تحدثنا مع الدكتورة فردوس من الشؤون في ناحية الشؤون الداخلية، لو تكلمنا بشكل أوسع كمان شمل خطاب الملك الشؤون الداخلية والخارجية للمملكة، كيف تقرأين محاور خطاب خادم الحرمين الشريفين لا سيما في الوضع الراهن وما تشهده المنطقة؟ طبعا خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين ذكر أكثر من موقع على الاعتدال والوسطية كقيم مهمة جدا في منهاجنا سواء داخليا أو خارجيا. نعم. وذكر أيضا طبعا غير أنه النظام الشوري الإسلامي كإحدى ركائز الحكم من خلاله لنا كثير من المشاركات البرلمانية السياسية مع الدول العالم لتعايش، يعني بيكون في تعاون وتعايش مع الدول الأخرى، خاصة أنه المملكة العربية السعودية لها ثقلها ليس فقط الإسلامي ولكن حتى على سياق أنها ضمن مجموعة 20 الأقوى اقتصاديا في العالم. صحيح. ذكر الملك سلمان بكل وضوح بكل قوة موضوع القضية الفلسطينية، وهذه كانت صراحة يعني كثير يعني كانت هناك ردود أفعال عن المملكة وتشكيك في دورها على وقوفها بموضوع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لكن الملك سلمان أكد وبكل يعني بكل قوة بكل حب على تأكيده لهذا القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إنشاء دولة مستقلة في بعاصمتها القدس الشرقية، ووصف الموقف الأمريكي أيضا بأنه منحاز يعني ضد الشعب الفلسطيني. فأنا هذا على الصعيد الخارجي كانت من أكثر الملاحظات صراحة في خطابه التي تليق بلقبه كخادم للحرمين الشريفين وقائد للأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية قلبها على العالم الإسلامي. نعم جميل. أستاذة لينا، كيف سيكون دعم الملك للقطاع الخاص والذي له دور كبير في التنمية؟ نعم، القطاع الخاص سواء للمرأة أو للرجل، يعني إحنا ما تكلمنا على تمكين المرأة ويعني تأكيد الملك سلمان أيضا على تعزيز المرأة السعودية وتمكينها ومشاركتها في التنمية وصناعتها للقرار، سواء دورها في مجلس الشورى أو أنها أيضا ذكر ثقتها كناخبة منتخبة في البلديات وأيضا تنصيبها لمناصب قيادية في القطاعين العام والخاص. ما تسعى إليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني إنها يعني تقوم بتنويع مصادر الدخل، وركزت على الشراكة ما بين القطاع الحكومي والخاص للتنمية المستدامة، وأيضا على محاولتها أنها تسد الفجوة ما بين متطلبات سوق العمل وخريجي التعليم واستطاعتهم أنهم يجاروا الكثير من القطاعات الجديدة التي نشأت. يعني ذكر الملك أيضا الاستثمارات الكبيرة في الصناعات العسكرية والتحويلية. نعم، مثلا مشروع البحر الأحمر. صحيح. ذكروا يعني إحنا لما نعرف أنه عندنا مثلا 50 جزيرة نستطيع أنه نستثمر فيها، هذه سياحة داخلية كبيرة ممكن أنه إحنا كمواطنين أو حتى مقيمين تكون لنا بديل وتزود وتنوع الاقتصاد الوطني ليس فقط من أبناء الوطن أو المقيمين ولكن أيضا حتى على مستوى سياحة خارجية وتسهيلا الاستثمارات الأجنبية التي تستطيع أنها تستثمر في المملكة العربية السعودية. وأيضا أستاذة لينا، هو توجيه الوزراء والمسؤولين لتسهيل الإجراءات في توفير خدمات بجودة عالية واللي هي من أهمها الإسكان. نعم، ذكر الإسكان، وحتى نحن في المجلس كان لنا كثير من التوصيات للتسهيلات، وأتوقع أنه في الفترة القادمة يعني بدأوا في كثير من البناء، وأتوقع في الفترة القريبة القادمة ستكون هناك يعني بدائل كثيرة للمواطنين الذين لا يملكون سكن لهم. يعني أتوقع ستكون تغييرات جذرية كبيرة، ولكن ما يعني أود أن أقوله أنه
الجميع مسؤول، يعني نحن حتى كمواطنين سواء في الشورى أو في القطاع الإعلامي أو الوزارات أو حتى على مستوى الأسرة السعودية، يجب أن ننهض ويجب أن نتفائل. يعني الآن الحمد لله المملكة كما ذكرت يعني الدكتورة فردوس، إحنا لدي سرعة هي عجلة، يعني الأنظمة والقوانين التي تدعم المواطن السعودي تسير بسرعة لدرجة أننا نكاد نلحقها، هي أسرع. فإن شاء الله أنا عن نفسي إن شاء الله متفائلة، ويجب أنه جميعا أنه نكون نحسن الظن ونتفائل لبناء هذا الوطن الغالي، وخاصة في يعني ضمن هذه الأحداث التي تحيط بنا، وان شاء الله نكون على قدر هذه. صحيح. وايضا ما ننسى استاذه لينا انه في تراجع للعجز المالي حتى الربع الثالث من 2017 بنسبه 40% مقارنه بالعام الماضي. نعم هذا صحيح، وذكر ايضا اليوم في الخطاب، لانه الان عندنا كثير من المؤهلات التي تؤهلنا ان نكون من اقوى الدول اقتصاديا. الان يعني 30 عاما ونحن مركزين على موضوع النفط، ولكن الآن تنويع الدخل من أهم يعني ما تنص به رؤية المملكة العربية السعودية، تمكين الشباب، 70% من المجتمع السعودي هم من الشباب، وهذه ثروة، هذه ثروة بشرية، وهذه طاقة كبيرة جدا. يتمنى كثير من دول العالم أن يكون عندهم هذه الطاقة البشرية بهذه الفئة العمرية. عندنا مقومات كبيرة جدا، وإن شاء الله المستقبل إن شاء الله. معناته كلامك أستاذة لينا أنه رح يكون هناك فتح لآفاق أوسع لاستثمار الطاقات الشبابية. أكيد، يعني الرؤية واضحة، سواء على سواء مستوى قطاع مثلا إنشاء الهيئة المنشآت الصغيرة المتوسطة مثلا كمثال، هذه كثير من دول العالم يعني اقتصادها مبني على يعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإحنا الحمد لله الآن يعني سواء وزارة التجارة أو كثير من الوزارات الجديدة اللي أنشئت مثل الهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدعم قطاع شباب الأعمال. الغرف التجارية الآن كثير من الصناديق التي تدعم التمويلات وغيره، وبرامج عن طريق البنوك، لأنها نحتاج أنه الشباب يبدعوا في مشاريع تجارية، نصدر للعالم لا نستورد فقط، الآن نريد أن نصدر للعالم، وإن شاء الله شبابنا وبناتنا لهم كثير من الأفكار المبدعة التي فعلا أبدعت الكثير من يعني الصحافة الغربية، لما تيجي تنبهر بفعلا فكر شبابنا وبناتنا، لأنه أنا أتوقع أنه لنا عندنا قوة عظيمة. عندنا يعني لما ذكر الملك، رجعت معلش ثاني على حكاية انه الوسطية والاعتدال، وتكلم على الغلو والتطرف، لكن ايضا تكلم ووعد بحرب الانحلال. فاحنا الان في عزوة انه احنا دين الاعتدال والوسطية، وفي نفس الوقت نرفض التطرف ونرفض الانحلال، ونعتز في ما تمثله هويتنا الوطنية. وأنا في رأيي أنه هذه مصدر القوة، القوة لنا للإبداع، القوة لنا للإنجاز، هذه أنه ما نفاخر بها الأمم. فمسؤولية كبيرة كما ذكرت، ولكن إن شاء الله يعني أستاذة لينا أيضا خادم بالخاضي. إن شاء الله. خادم الحرمين الشريفين تطرق لثلاث محاور رئيسية في هذا الخطاب، تكلمنا عن التطرف، تكلمنا عن استنكار المملكة لما يحدث في القدس المحتلة، أيضا الفساد. لو تقولين على الدور القائم اتجاه محاربة الفساد في المملكة. طبعا كان في أنظمة، إحنا في المجلس يعني ساهمنا أيضا في مراجعة نظام مكافحة الفساد، ندعم في كثير من التقارير يعني في الحرب على هذه الآفة التي فعلا أثرت على اقتصاد الوطن، ولكن الحمد لله الآن في شفافية، الآن في مسؤولية عالية، الآن كل محاسب يعني انتهى البيروقراطية، انتهت
بصراحة بصدور الرؤية وبرنامج التحول الوطني، فالكل مسؤول، وهناك برامج كبيرة للتأكيد أنه على ما هو مستوى جودة الأداء وغيره، سواء في القطاع الحكومي أو في الخاص. فمؤملين أنه هذه المعايير ستدعم يعني أنه مكافحة الفساد والسير أيضا يعني بالشكل المطلوب في تفعيل القرارات والعمل. أكيد أستاذة سعادة، أستاذة لينا، المعاينة يعني حتى نعرف أنه هناك في إعادة هيكلة لبعض الأجهزة الحكومية، وأعتقد أنه هذا الخطاب وكان يصب بشكل كبير في الشعب السعودي، وطبعا في الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية. أشكر لك هذه المداخلة.